قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى بخصوص القضية المرفوعة ضد الممثل القانوني لحركة النهضة لطلب خروجها من مقرها المركزي في مونبليزير. وحسب المعطيات المتوفرة لموزايك، فإن مالكة المقر كانت تقدمت بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب الحكم بخروج حركة النهضة من مقرها المركزي في مونبليزير، وطلب إخلاء المقر إن لم تدفع معناها المستحقات. وبعد تأخير لعدة جلسات قضت المحكمة برفض الدعوى، وعللت حكمها باعتبار وأن أي المقر المتنازع عليه قد وضع على ذمة أعمال قضائية جزائية مأذون بها، وذلك في إطار تتبع جزائي من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهو ما فيه مساس بالأصل. نفذت عائلة الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وعدد من هيئة الدفاع اليوم نفذ وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة، وطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية منذ سنة كاملة، ومعربين عن استغرابهم لعدم استنطاق الموقوفين رغم مرور 365 يوم منذ إيقافهم. ورفع المحتجون اللي اختتموا اعتصام بيومين، يومي الجمعة والسبت في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، رفعوا شعارات ولافتات وصور الموقوفين تطالب السلطة القائمة في البلاد بوجوب إنهاء الملف الذي قالوا إنه فارغ، وأن تهم الموجهة إليهم لا ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة حسب تقديرهم. وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة سمير ديلو أن ملف الموقوفين حاليا في التمديد الثاني بأربعة أشهر إثر تمديد أول بستة أشهر، وأن التمديد الثاني ينتهي في شهر أفريل القادم. وقال ديلو في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه ليس هناك أمر جديد في الملف منذ إيقافهم مع غياب المبررات الإجرائية والقانونية لبقاء الموقوفين لمدة تتجاوز السنة حسب تقديره، وبين أن كل الوقائع والحيثيات تؤكد أن الملف فارغ من الناحية القانونية. ووضح ديلو أن الجهة الأخرى، يقصدوني السلطة السياسية القائمة أو القضائية، لم تتفاعل مع الملف وأنها أصدرت قرارا في منع التداول في القضية. وعن القضية الصحية للموقوفين وضح ديلو أنهم ينفذون منذ أسبوعين إضراب عن الطعام، وأشار إلى أنه اثنين منهم فكوا الإضراب عن الطعام وهما غازي شويشي ورضا بالحاج لأسباب صحية حسب تأكيداته، ورجح أنه بقية المضربين عن الطعام لن يواصلوا الإضراب عن الطعام بسبب تدهور وضعيتهم الصحية. وأشار في هذا الصدد وعبر عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من السلطة القضائية للأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية للموقوفين على ذمة القضية. وأكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أن الهدف من تنظيم المسيرة متاع اليوم إثر اعتصام في مقر الحزب الجمهوري نهار الجمعة ونهار السبت يندرج في إطار ما وصفه بالمظلمة المسلطة على الموقوفين، وتوجيه رسالة إلى الرأي العام في تونس وإلى السلطة السياسية القائمة والسلطة القضائية بأن هذه المظلمة لا يمكن أن تتواصل. من جهته أعرب رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي عن صدمته من الحكم الصادر في حق الناشط السياسي جوهر بن مبارك بسجنه لستة أشهر، وأشار إلى أنه حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وبين أنه الحكم لم يكن منتظر باعتبار أنه جوهر بن مبارك موقوف المدة سنة في قضية التآمر على أمن الدولة من دون سبب حسب تقديره، وأبرز ذلك بأنه على اطلاع بالملف
اللي قال عنه أنه نشاط سياسي عادي لسياسيين معروفين باستقامتهم وبسلميتهم حسب توصيفه. واستبعد أحمد نجيب الشابي أن يقع إطلاق سراح الموقوفين السياسيين بعد 14 شهر من الإيقاف التحفظي اللي ينتهي خلال شهر أفريل القادم، وأشار إلى أنه في ظل المناخ السياسي الحالي من المستبعد أن يتم حفظ التهم، لأن إيقافهم هو قرار سياسي لا غير حسب تقديره. للإشارة فقد أكدت المحامية دليلة مصدق عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك البارح، أكدت أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن شقيقها جوهر بن مبارك لمدة 6 شهور في القضية اللي رفعتها ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح إعلامي يتحدث فيه عن الانتخابات التشريعية لسنة 2022. وأعلنت المحامية في هذا الفيديو عن دخولها في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ما وصفته بالانتهاكات والظلم المسلط على المعارضين السياسيين حسب تعبيرها. يذكر أن منظمة العفو الدولية أمنستي دعت السلطات التونسية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن 6 معارضين سياسيين، وأضافت في بيان لهم أنهم محتجزون تعسفا منذ عام، بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بالتآمر على أمن الدولة بسبب معارضتهم السياسية وممارسة حقهم في حرية التجمع حسب البيان. وقالت منظمة أمنستي في بيانها إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت اللي لم تقدم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهر ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي حسب تأكيداتها. ويذكر أنه قضية التآمر على أمن الدولة موقوف على ذمتها عدة أسماء وسياسيين على غرار غازي الشواشي، رضا بالحاج، خيم التركي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد جلاسي، والكثير معناها من الإيقافات الأخرى اللي أقروا مؤخرا أنهم يخوضوا إضراب جوع، إضراب عن الطعام. 6 هما موقوفين قروا الدخول في هذا الإضراب قبل ما زوز منهم يعلقوا هذا الإضراب لأسباب صحية، اللي هما غازي الشويشي ورضا بالحاج. وكذلك شفنا زاد كيف علي العريض تم الإعلان أنه دخل في إضراب جوع أيضا، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كذلك.